قبل يوم واحد فقط شاركت روزين مجموعة من الصور الجديدة لها بالإنستجرام، وفي تلك الصور كانت تروج لمجموعة تيفاني أند كو روزي لوك الجديدة. وبعد أن شاهد الجمهور تلك الصور قالوا أنها تبدو نحيفة كالدمية، وهل يمكن أن يكون هناك بشر بهذا الجمال؟ لدرجة أن البعض اعتقد أن روزي كانت تصور في جديد. بالإضافة إلى ذلك كان المعجبين سعداء بمشاهدة هانك ينام بجوار روزي لأنه يشعر بأمان كبير بجوارها. والجدير بالذكر أن مجموعة المجوهرات تلك مستوحاة بالكامل من جمال روزي، تضم قلادة واحدة مع ساور وخواتم وأقراط مصنوعة يدويا من الذهب عيار 18 مع الياقوت. كما أن مجموعة المجوهرات تلك غالية الثمن جدا، يتراوح سعرها من 1300 دولار إلى 14300 دولار. ورغم ذلك السعر المرتفع إلا أنه بعد ساعات قليلة فقط من عرض المجموعة بيعت بالكامل في جميع أنحاء العالم وأصبحت سولد أوت. في النهاية يوضح كل هذا أن روزي لا تمتلك فقط صوت جميل، ولكنها يمكن أن تعمل كعارضة أزياء فقط في مجال الموضة، قادرة على جعل الجميع يقع في حب جمالها الهادي. وبينما كان البلينك يتأمل في جمال روزي الشديد، انتشر مقطع جديد جعل مستخدمي الانترنت في حيرة كبيرة. فكما يعلم الجميع، في يوم السبت والحد الماضي قامت بلاك بينك آخر عروض في الجولة العالمية بوني بينك في كوريا. وفي المقطع المنتشر كان يبدو أن روزي تمتلك موهبة خفية لم يكن يعلم عنها أحد. فبينما كانت جيسو تعانق ليسا وجيني ويقفزون معا في الهواء، كان لا يمكن لأي أحد مشاهدة روزي في أي مكان بينهم. ولكن بعد ثانية واحدة زارت روزي من العدم وانضمت إلى الفتيات وتقفز معهم. وعند انتشار هذا المقطع حصل على عدد كبير جدا من المشاهدات، فالجمهور كان يحاول معرفة من أين جاءت روزي من العدم. بينما ضحك البعض الآخر وقال ربما روزي تلعب بالسحر الأسود. شاركني في التعليقات ما هو تفسيرك لهذا المقطع. ولا تنسى الاشتراك في القناة من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك.